صباح الخير. الشاب يوسف فرنجية من صغرته، من الناس المقربين من النائب توني فرنجية، من الوزير سلامي فرنجية، انطلب على التحقيق اليوم لأحد الأجهزة الأمنية وطلبوا منه إزالة هيدا البوست. شو بحبك لما بتقول الوزير سليمان فرنجية مع ضحكة وتقول الأستاذ جبران باسيل؟ شو فيه البوست؟ ما حدا يفسر لي كيف أنتم بتشيلوا هالبوست؟ محقق بالأجهزة الأمنية، أنت شو إلك علاقة ببوست مش موجود فيه كلمة رئيس الجمهورية؟ كيف تتدخل فيه؟ هيدا إذا ما عجبه الأستاذ جبران باسيل بيروح هو بيتفضل بيتشكى عليه، أو محامي بيتشكى عليه وبياخدوه على مكتب مكافحة جرائم الإنترنت. كيف يعني بتطلبوه على مركز لجهاز أمني وبتطلبوا منه يشيل بوست سياسي ما له علاقة برئيس الجمهورية؟ هيدا رئيس حزب، حتى إذا سبوا للأستاذ جبران باسيل أنتم ما لكم حتى تعاطوا الموضوع. في قضاء بيتشكى فيه الاستاذ جبران باسيل مش الاجهزه الامنيه. يا اما صار في حصانه كمان على صهر الرئيس. لا خبرونا، في شيء قانوني بيمنع التعرض لمقام صهر الرئيس؟ حلوه هيدي جديده، مقام صهر الرئيس. في شيء قانون بيمنع التعرض لمقام ابن خي الرئيس؟ كمان في حصانه على ابن خي الرئيس؟ في حصانه على خادمه الرئيس؟ مقام خادمه الرئيس؟ شو هالمهزله هيدي؟ نحن حبيبي عايشين بنظام ديمقراطي جمهوري وفشلت برقبته كل واحد بيفكر انه بده يحول لبنان لنظام ملكي. انجا في قانون بيمنع التعرض لمقام رئيس الجمهوريه، وبدك بالحقيقه ما في شيء بيرد هيبه الرئيس الا هو وايدائه. اذا ما حسن ايدائه وعمل شيء للبلد، الناس اذا ما ثبتوا على السوشيال ميديا رح تسبوا على فنجان القهوه.